Será que no chão? Chão, chão. مرحبا اصدقائي، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. انا علي عمر، رجعت لكم فيديو جديد. اصدقائي، قبل ان نبلش بهذا الفيديو، خلونا نوصل هذا الفيديو لل 30,000 لايك. بعرف انكم كفو وقدها وبنقدر نجيبهم، بس اصدقائي بتمنى من كل اسطوره قاعد بيشاهد هذا الفيديو ينزل لتحت يحط اللايك ويشترك في القناه اذا ما كان مشترك، فعل جرس التنبيهات عشان يصلوا بكل فيديو جديد عن فري فاير. وللناس اللي ما بتعرف يا اصدقائي، في مسابقه على الفاير باس القادم لثلاثه اشخاص، وكمان محضر لكم مسابقه جديده، والمسابقه الجديده خليها مفاجاه راح احكي لكم عليها بعد شوي يا اصدقائي. اوكي، فهيك عندنا مسابقتين يا اصدقائي. اوكي، المسابقه الجايه شو راح تكون؟ راح احكي لكم عليها لحظه شوي. فيديو اليوم يا اصدقائي راح يكون على هذا متجر الغامض، اوكي، متجر التخفيضات. انا لحد الان ما جربت حظي، ما بعرف كم تخفيض تبعي، حبيت اشارككم هذا الشيء ونشوف مع بعض. اوكي اصدقائي، خلونا نجرب. يا رب يا رب 90% يا اصدقائي. انا شفت كثير ناس ماخذين 90% و93%، فيا رب يكون حظي مثلهم. اوكي يلا اصدقائي، هاي عملنا ايقاف. يا رب 90 90. اوكي صارت بطيئة، اوكي صارت تمشي بطيء، مستحيل يعطوني 90. 61، ليش يا اخي 61؟ ليش 61 يا اخي؟ اوكي طيب اصدقائي، الحمد لله في ناس اخذت 40 بس. اوكي الحمد لله، خلص لا ما بدناش لا 90 ولا بدنا يكون 40، خلينا على 61. من 91 حلوه كمان. اوكي اصدقائي، فهذا هو متجر التخفيضات. المهم المفاجاه اللي حكيت لكم عليها اصدقائي، انه انا راح اعمل لكم مسابقه على متجر التخفيضات هذه اصدقائي لشخص واحد. شروط، اهم شرط بهاي المسابقه يا اصدقائي، انه التخفيض يكون عندك مش اقل من 85%، يعني يكون عندك تخفيض 85% 90%، يعني من 85% وفوق، فا اوكي تقدر تشارك بهاي المسابقة. طبعا الفائز يا اصدقائي لشخص واحد، الفائز يا اصدقائي راح احرق له ابو متجر الغامض يا اصدقائي، راح اشحن له جوهر بحسابه ان شاء الله 5000 جوهر، راح اجيب له كل شيء بالمتجر، يعني قد ما يكلفوا راح اجيب له كل شيء موجود بالمتجر. اوكي كيف تشاركوا فيها هاي المسابقة؟ وين راح تكون يا اصدقائي؟ راح احكي لكم هذا الشيء بنهاية الفيديو، لأنه بعرف طولنا مقدمة الفيديو كثير، فراح احكي عن هاي المسابقة بنهاية الفيديو، كمان مسابقة الفاير باس راح احكي عنها بنهاية الفيديو. اوكي هلا يا اصدقائي خلونا نشتري عشان نقدر نجيب سكن. خلونا نجيب هدول بطاقات يا اصدقائي. اول شيء بنقدر نجيب 20 بطاقه كحد اقصى. اوكي طيب، هاي جبنا 20 بطاقه. في عندنا هذا الام بي 40 اللي بيطلع مع اللانشر، هاي البجات ما راح اجيبها يا اصدقائي لانه عندي الام بي 40 واللانشر دائمات، فما راح نشوف البجات اللي بعدها. صندوق غنائم سلاح ما بعرف شو بيطلع فيها، بس يلا جبناهم. اوكي في عندنا البطاقات هاي تبع الحاضنه يا اصدقائي، كمان بطاقات خرافيه صراحه، نجيب 20 بطاقه والله بيطلعوا 620 جوهره بس. اوكي مع انه تخفيضي بس 61، بس والله يعتبر شيء خرافي. اوكي طيب عندنا البقجات الخضر، هذول ما راح اجيبهم لانه الباندا ورقصاتها وسكناتها واكلها كله عندي، ما بحتاج شيء منها. اوكي في عندنا البطاقات تبع ماكينه الاسلحه يا اصدقائي، كمان راح اجيبهم. خلونا نشوف بنقدر نجيب 20 كحد اقصى. اوكي ماكسيما 20. اوكي طيب اصدقائي، في عندنا نقاط للفاير باس. اوكي راح اجيب بس ما بتقدر تشتري غير مرة واحدة، بس 50 نقطة للفاير باس، يا حرام. اوكي طيب يلا اصدقائي، اكيد في عند البنت كمان نقدر نجيب 50 ثانيات. اوكي سكن تبع شخصيتك، لا عندي اياه كامل ما بدي اياه، وكمان السكار الزهري عندي اياه دائم، ما راح اجيب البكجات تبعه. في عندنا البكجات هاي يا اصدقائي ما بعرف شو بيطلع فيها، خلونا نجيبهم 30 باكج نشوف شو راح يطلع فيهم. اوكي وفي عندنا الشوتجن الناري كمان عندي اياه دائم، لا تقرب علي. اوكي واكل القطه، الا اكل القطه بعدوه عني هو والجولد. اوكي والشخصيه تبع الـ A124 كمان عندي اياها. اوكي اصدقائي هلا صار فينا نشتري سكن. اوكي راح نجيب سكن يا اصدقائي 584 جوهر. او ماي جاد والله شيء جديد، شيء حلو لما تشتري سكن جديد يا اخي. اوكي طيب اصدقائي، هيك بنكون حرقنا جهه هاي تبع الشاب. اوكي وجبنا كل شيء بالمتجر. اوكي ما عدا الاشياء اللي عندي اياها دائمه والاشياء اللي انا ما بحتاجها اكيد ما راح اجيبها، اصرف جواهر على الفاضي يعني. اوكي هلا نروح لعند البنت يا اصدقائي. اوكي 10 جواهر خذوهم. طيب اصدقائي كمان لازم نشتري شغلات من هون عشان نقدر نجيب سكن البنت. اول شيء شخصيه جوزيف حلي عني عندي اياها، فما راح اجيبها هي ولبسها، راح نجيب البقجات. البقجات هذول والله ما بعرف شو بيطلع فيهم، نقدر نجيب 40 باكج يلا. اوكي طيب في عندنا بطاقات تبع الحاضنه اكيد راح اجيبهم كلهم يا اصدقائي. اوكي طيب في عندنا الاكي دراجون عندي يا دائم، اخذته دائم، حل عني اخي اخذتك دائم. اوكي طيب البكجات هاي 30 باكج يا اصدقائي، نشوف شو في كمان. في عندنا البطاقات هاي تبع اوكي راس الضفدع، هاي خلونا نجيبها يا اصدقائي، بنقدر نجيب 20 بطاقه كمان. اوكي نايس. طيب
البطاقات تبع ماكينه الاسلحه كمان راح اجيب. هذول البطاقات يعني حتى لو بقدر اجيب منهم مليون قطعه راح اجيبهم. اوكي طيب اصدقائي، البكجات هاي ما بعرف شو بيطلع فيها بس يلا توكلنا على الله. وكمان هاي البكجات ما بعرف شو بيطلع فيها بس يلا توكلنا على الله يا اصدقائي. اوكي مع انه متاكد انه كلهم راح يطلعوا لي سكانر بالاخر، وهاي البكجات كمان والله ما بعرف. اوكي طيب اكل القطه حل عني ارجوك، حل عني. اوكي فاير باس عندنا وباندا عندنا، ما ضل شيء في عندنا. سكن البنت هلا صار نقدر نشتريها اصدقائي. اوكي طيب هاي اشترينا سكن البنت يا اصدقائي، ولهيك بعتقد بنكون حرقنا ابو المتجر يا اصدقائي. يعني كل شيء بالمتجر بنقدر نشتريه اشتريناه يعني، الا الاشياء الثانيه اللي مثل ما حكيت اللي عندي اياها فاكيد ما راح اضيع جواهر عليها على الفاضي. اوكي خلونا نطلع يا اصدقائي من عند المتجر ونروح يا اصدقائي نشوف كم بطاقه دايموند رويال صار عندنا وكم بطاقه ماكينه اسلحه. اوكي هان عند ماكينه الاسلحه يا اصدقائي صار عندنا 51 بطاقه. كيف 51؟ انا كان عندي 11 بطاقه من الاول يمكن، فاوكي اشترينا 40 صار 51. وهان اصدقائي صار عندنا 40. اوكي هدول 40 راح نلفهم هلا بعد شوي اصدقائي، بس خلونا نتفقد الاغراض. اوكي طيب هون يا اصدقائي عندنا 40 بطاقه تبع ماكينه الحاضنه. طبعا ماكينه الحاضنه لسه ما جبت سكنات تبعها، عن قريب يا اصدقائي راح اعمل لكم فيديو على سكنات الحاضنه وراح نحرق ابو الحاضنه يا اصدقائي، راح نجيب ان شاء الله كل السكنات اللي فيها بنات وشباب. اوكي نشوف البكجات لهات ما عندي اياه دائم يا اخي. اوكي طيب ليش ما بيكتبوا انه هذا بفورتي اخضر يعني؟ والله العظيم شوفوا كله 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 عندي اياه دائم يعني، على الفاضي جبناهم. وهدول كمان كلهم عندي اياهم دائمات يعني، كله سكنر وجولد. اوكي شوفوا كمان هذا عندي اياه دائم. اوكي اوكي هذا ما مش كلهم عندي اياهم دائم. اوكي طيب وهذا نشوف يا اصدقائي، هذا عندي بس في الاس كي اس ما عندي اياه دائم. اوكي هدول البكجات ما عندي ولا شيء فيهم دائم يعني، ما بعرف يا اصدقائي اقسم بالله يا ريتني ما اشتريتهم. اوكي طبعا هدول البكجات كمان يا اصدقائي راح اعمل لكم عليهم فيديو، راح اخليهم يصيروا هيك 500 600 باكج وراح نعمل عليهم فيديو ونفتحهم مع بعض. هذا سكن الشاب والبنت يا اصدقائي. اوكي سكن الشاب عن جد خرافي بس حسيته شوي عملاق. البنت اوكي نايس. طيب خلونا نجيب شخصيه بنت يا اصدقائي. اول شيء نجرب لبس البنت، سكن البنت يا اصدقائي، وبعدين نشوف سكن الشاب. خلونا نجيب كيلي يا اصدقائي. كيلي بالنسبه لي هي عارضه الازياء بهذه اللعبه، بتعرفوا هذا الشيء اكيد. اوكي طيب هذا سكن البنت يا اصدقائي، خلونا نلبسه على السريع. اوكي والله سكن خرافي يا اصدقائي عن جد. سكن يا اخي ليش سكن السكنات البنات دائما بتحطوهم حلوات هيك وسكنات الشباب عملاقه؟ هاي احلى ورده لاحلى اصدقاء، وهي كمان ورده. اوكي على طول سكنات البنت بتكون خرافيه يعني، شوفوا شوفوا شو بيطلع من ظهرها يا اصدقائي، بيطلع هيك مثل شعاع من ظهرها. او ماي جاد والله سكن خرافي. وسكن الشاب دائما جولد يا اخي، دائما هيك كبير، ما بعرف كانه ما بعرف كانه مش داخل يحارب، كانه داخل يكسر بيوت. اوكي طيب اصدقائي راح نشوف سكن الشاب، خلونا نلبس سكن الشاب كمان على السريع يا اصدقائي ونشوف شو وضع سكن الشاب. اوكي سكن القناع حلو، شوفوا القناع يا اصدقائي، شوفوا القناع كيف تقول حاط سيجاره بتمه، تقول عم بيدخن، ابصر شو حاط بتمه. اوكي طيب سكن حلو بس عملاق يا اخي، والله سكن عملاق شوفوا يعني، حتى البنطلون عملاق. ما بعرف او البنطلون تبعه حسيته بيشبه السكن تبع الجيمر يا اصدقائي، بس مغيرين الرسمات تبعه ما بعرف كيف. اوكي سكن يا اصدقائي خلينا نقول سكن اوكي خرافي، خلينا نقيمه بس 8 من 10. سكن حلو يا اصدقائي بس مشكلته انه هو ضخم شوي، وهي كمان ورد ورود لاحلى اصدقاء. اوكي فمشكلة سكن بس انه هو ضخم شوي، بس سكن عن جد تصميمه خرافي يا اصدقائي. اوكي طيب هلا نروح يا اصدقائي لعند ماكينة الدايموند ريال ونجرب بهدول 40 بطاقة. يا رب الكيوب ماجيك يا اصدقائي، يا رب بنحصل على الكيوب ماجيك. طبعا اقسم بالله من اول ما نزلوا هدول السكنات لفيت 500 سبن ومصورين بالفيديو، ولفيت هان 145. شوفوا بكجات سود 145 يعني تقريبا اوكي 700 او 800 سبن يا اصدقائي لفيت وما اعطوني الكيوب ماجيك، يعني تقريبا 30,000 جوهره. اوكي فيا رب هالمره بيكون الحظ خرافي. اوكي بكج ذهبي، بكج ذهبي يا اصدقائي. اوكي يا رب كيوب ماجيك كيوب ماجيك كيوب ماجيك. يا اخي انت يا وجه النحس يا اخي، يا اخي ان شاء الله بابا يا اخي ليش، شو بدك مني شو بدك مني يا اخي، كل مره بتطلع لي. اوكي يا رب بلكي كيوب ماجيك هاي، روح انقلع روح يا اخي سكن خايس يا اخي، ما بعرف وجه النحس هذا شو بده مني يا اصدقائي، يا اخي ما بعرف من وين بيطلع لي. اوكي كل ما يطلع بكج ذهبي لازم يكون موجود هو. اوكي بكج اسود يا اخي، بيجوا بكجات سود بيطلع فيهم اشياء خايسه، بيجي بكج ذهبي بيطلع لي وجه النحس هذاك. ما يا اخي ما عرفت شو الحل، ما والله ما الك حل سبحان الله. اوكي هاي اخر 10 سبنات يا اصدقائي، بكج اسود كمان شفت يا وجه النحس، كله من وراك كله من وراك يا اخي نحس. اوكي طيب اصدقائي فخلصوا البطاقات وما ضل عندنا شيء.
طيب أصدقائي، في عندنا 50 نقطة فاير باس لسه ما فتحناهم، اشتريناهم من المتجر، خلونا نروح نشوفهم. أوكي، وين وين نقاط الفاير باس؟ أوكي، بعتقد لازم يكون مع السكنات يمكن. أوكي، مع السكنات. هاي يا أصدقائي 50 نقطة فاير باس، خلونا ناخذهم. أوكي، هيك صار عندي 216 نقطة فاير باس. أوكي، في ناس كثير قاعدة بتسأل علي ليش نقاط الفاير باس السيزون هذا أنتم مو رافعهم؟ علي ليش نقاط الفاير باس؟ يعني بالعادة بيكون عندك 500,000، هيك ليش مو رافعهم؟ أنا يا أصدقائي صراحة قررت بيني وبين نفسي إنه اسمي ما عاد بدي إياه يطلع على الشاشة، يعني ما عاد بدي اسمي يطلع على الشاشة في ساحة التدريب. أوكي، عندنا الهدايا هون. اوكي، ليش هيك؟ هاي الذهبية. اوكي، فانا هيك يا اصدقائي، يعني انا هذا الشيء عامله بالعاني، ما بدي اسمي يطلع على الشاشة، عشان هيك ما شحنت في نقاط فاير باس، وما بدي ارفع نقاط الفاير باس عشان ما يطلع اسمي على الشاشة. شوفوا يا اصدقائي، عندي مهمات تبع 8 تقريبا كلهم خالصين، مهمات تبع 5 تقريبا كلهم خالصين، يعني لو باخذ هاي النقاط كلها انا بصير عندي يمكن 500 نقطة فاير باس. اوكي، بس انا ما بدي اسمي يطلع على الشاشة، فعشان هيك بس اخر الموسم يا اصدقائي بس يضل يومين 3 ايام على الفاير باس، راح اخذهم كلهم وراح اشحن معهم كمان 1000 نقطة يا اصدقائي، ونجمع 50 باكج من الباكجات تبع الكيوب ماجيك يا اصدقائي، وراح نسوي عليهم فيديو ونفتح هاي الباكجات مع بعض، نشوف مع بعض شو راح يطلع فيهم. اوكي، فهذا كان الفيديو لليوم يا اصدقائي، بتمنى هذا الفيديو يكون نال اعجابكم، بتمنى تكونوا ما نسيتوا تحطوا اللايك وتشتركوا في القناة إذا ما كنتم مشتركين، تفعلوا جرس التنبيهات عشان يصلكوا بكل فيديو جديد عن فري فاير. أوكي أصدقائي، طيب المسابقة اللي حكيت عليها بداية الفيديو اللي هي على الفاير باس لثلاثة أشخاص. أوكي، شروط المسابقة يا أصدقائي إنك تكون مشترك بالقناة على اليوتيوب، تاني شرط تتابعني على الإنستغرام، ثالث شرط إنه تكون يعني ما بتشحن ابدا او بتشحن قليل، لانه بس اشوف الفائزين اذا فتت على حسابك ولقيتك شاحن كل الفاير باسات وبتشحن كتير، فما راح اعطيك الجائزه وراح اعطيها لحدا تاني يعني. اوكي، فلازم يكون ما بتشحن ابدا او بتشحن قليل، يعني من اول ما لعبت اللعبه ما شحنت غير فاير باس واحد فاير باسين، فا اوكي مش مشكله، اما تكون بتشحن كتير فما راح اقدر اعطيك الجائزه. كيف راح تكون هاي المسابقه يا اصدقائي؟ طبعا باقي 7 ايام تقريبا او 6 ايام وينتهي الفاير باس. اليوم اللي راح ينتهي فيه الفاير باس يا اصدقائي راح اعمل لكم روم على حسابي على الانستغرام، هي اصلا المسابقه راح تكون على حسابي على الانستغرام، رابط حسابي على الانستغرام تحته بصندوق الوصف. اوكي، اليوم اللي راح ينتهي فيه الفاير باس راح ينزل فاير باس جديد، راح اعمل لكم روم. قبل ما اعمل هذا الروم يا اصدقائي راح اعطيكم موعد، راح انزل ستوري واقول لكم بعد 7 ساعات او بعد 5 ساعات راح يكون هذا الروم. اوكي، وبعد 7 ساعات او بعد 5 ساعات يا اصدقائي بنزل لكم ستوري فيه الاي دي وكلمه السر، وطبعا لازم تكون سريع من اول الناس اللي تشوف ستوري عشان تقدر تشارك بالروم. بعد ما يمتلئ الروم يا اصدقائي راح نقول go. اوكي، وبعدين اللعب راح يكون على المراكز الاولى، المركز الاول والمركز الثاني والمركز الثالث هم اللي بيكونوا الفائزين، لكل شخص فيهم راح اشحن له بحسابه جواهر واجيب له الفاير باس باذن الله. اوكي، المسابقه الثانيه يا اصدقائي واللي هي راح تكون على متجر التخفيضات، المسابقه راح تكون لشخص واحد يا اصدقائي، مثل ما حكيت اهم شرط بهاي المسابقه انه تخفيضك ما يكون اقل من 85%، يعني الروم راح يكون ان شاء الله يا اصدقائي بكره راح اعمل هذا الروم، بكره ان شاء الله راح قبل ما اعمل هذا الروم بسبع ساعات يا اصدقائي او بخمس ساعات راح اعطيكم خبر واقول لكم انه بعد سبع ساعات او بعد خمس ساعات راح اعمل لكم الروم هذا تبع متجر الغامض. اوكي، طيب بعدين بعد الوقت اللي انا محدده كمان نفس الطريقه بنزل لكم ستوري فيه الاي دي وكلمه السر. اوكي، وطبعا الناس اللي عندها تخفيض 50% و60% وراح تشارك، حتى لو هم جابوا البويا، طبعا اللعب راح يكون على البويا على المركز الاول، حتى لو هم جابوا البويا وطلع تخفيضهم اقل من 85% فما يتعبوا حالهم، وبتمنى ان هم ما يشاركوا لانه ما راح يفوزوا شيء، وراح ارجع اعيد الروم مره ثانيه. فمره ثانيه اصدقائي بتمنى انه الناس اللي عندها تخفيض 40% 50% يعني بتشحن لا تشارك، الناس بس اللي عندها تخفيض 85% وما فوق هم بس اللي شاركوا. اوكي، وطبعا يا اصدقائي بعدين بس نشوف اذا كان الفائز عنده تخفيض 85% راح احرق له ابو متجر الغامض يا اصدقائي، راح اشحن له جواهر بحسابه، راح اجيب له كل شيء موجود بمتجر التخفيضات، ما راح اخلي شيء، حتى اكل القطه راح اشتري له يا اصدقائي. اوكي، فهي هي المسابقتين يا اصدقائي، المسابقتين موجودات على حسابي على الانستغرام، مره ثانيه يا اصدقائي رابط حسابي على الانستغرام تحت بصندوق الوصف بالديسكريبشن بوكس، للناس اللي حابه تشارك بهاي المسابقات بتقدر تروح تشارك. اوكي يا اصدقائي، ولهيك بنكون وصلنا لنهايه الفيديو، كان معكم علي عمر واشوفكم ان شاء الله على خير.